الله يبارك فيك حياك. الحين أنا يلا يلا فهمتها ثنتين يا دورة فهمتك. أنتي تعرفين أنا منو؟ أنا غلطانة اللي قلت لنجاة إن فرقتي ناقصة. أنتي تعرفين أنا منو ولا لا؟ أنا يتمنون يوقفون يمي مو يغنون معاي. أكو أحد يمسك الطهر وما يعرف سليمة أم حسين؟ أنتم من صدقكم ما تعرفون شنو يعني التاريخ؟ إيش تو؟ سليمة؟ إي نعم. بغيتك شوي. هذه منو؟ هذه أم المعرس. أمريني. لا بس بغيت سليمة شوي. حليلها أم المعرس شكلها دارسة التاريخ عدل. فتش وعرف سوالفك بالعروس قبل، وهذا عرس ولدي ما راح أخليك تخربينه. أنا مو جاية علشان أخرب. أروح وأرجع ما ألقاك، سامعتني؟ أنا مستلمة عربونه وما راح أرده. عربونك خلي لك، المهم تمشين، مو ناقصين تستنزلين علينا؟ لا تشوفينها ماتت من القهر يوم أم المعرس نادتك. سليمة ايش فيك؟ قعدنا عقب اللي سمعناه ها؟ شي قعدنا؟ والله ما تمشين، أنا خلاص كلمتها. وهي أصلاً ليش تجاوزتك؟ ليش ما كلمتك بالأول؟ لا حبيبتي إحنا قاعدين، وعلى فكرة الله يعين بنتك على أم ريلها. يلا مشينا بنات مشينا. أقول لك والله ما تمشين، أنا يوم قالت لي دانا إنك رجعتي تشتغلين ما صدقت. منو دانا؟ صديقة بنتي. براويت شي. شوفي هاي الصورة، هذه منو؟ هاي أنا بعرسي، وهذه أنت اللي يمي. يا حلوك سليمة هني كنت صغيرة، تذكرين هالعرس؟ شوفي شعرها شحلاته. ودي أصور بنتي معاك نفس هالصورة، وأم المعرس خليها علي. كلكم خير وبركة، بس أنا أبي سليمة اللي تغني اليوم. بس هاي يا سليمة، نبي أغاني مال قبل. حاضر على هالخشم تمرين أمر. ها حافظين الأغاني العتيجة ولا ندربكم؟ إن شاء الله. مو تخورونها وتفشلونا.